الأخبار من الراية. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، معكم فيها أحمد العنيزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. الغانم إلى الرباط ومؤتمر برلماني طارئ لبحث انتهاكات الاحتلال. حملة توعوية بقانون الخدمة الوطنية والدفاع تعلن أعداد المتخلفين. آلية جديدة لصرف الأدوية الطبية شعارها وقف الهدر والانسيابية. الجبري يثمن جهود الإدارة القانونية وأحكام نهائية لمصلحة البلدية. راح تقصر الوقت أني أدخل بالمنظومة بين اللاعبين وجهاز إداري وفني. على وقع تفاؤل أسرة العميد، قيادة الأبيض بعهدة مدرب جديد. تداعيات الأوضاع في القدس وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طاولة مؤتمر طارئ للاتحاد البرلماني العربي يلتئم غدا الخميس في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة كويتية. وقد توجه اليوم إلى الرباط رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني للمشاركة في المؤتمر الطارئ، حيث من المقرر أن يلقي الغانم كلمة الوفد الكويتي خلال الجلسة الطارئة التي تأتي لبحث تداعيات الممارسات الإسرائيلية الصارخة في القدس وما يصاحبها من انتهاكات لحرمة المسجد الأقصى. وكان الغانم قد دعا عبر رسالة وجهها لرئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في وقت سابق إلى عقد جلسة طارئة للاتحاد لتدارس الموقف الخطير والمتصاعد في القدس المحتلة. وعلى المستوى الرسمي أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والشرعية الدولية ولالتزاماتها القانونية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأكد العتيبي رفض الكويت القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وتشويه هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني. من جهتها اختتمت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاتها بإصدار قرار بتشكيل لجنة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف وتقديم تقرير خلال 3 أشهر. وحثت اللجنة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكدة أن إسرائيل دولة احتلال وفصل وتمييز عنصري. كما أشارت اللجنة إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين لدى الأمم المتحدة فيما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تمس حرية العبادة في المسجد الأقصى. حملة توعوية تحفيزية للشباب تتعلق بقانون الخدمة الوطنية الكويتية من المقرر أن تدشن بحلول 2 أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت عنه لجنة الخطاب الإعلامي المشترك بين وزارتي الإعلام والدفاع. فيما أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء ركن إبراهيم العميري سعي الوزارة لحث الشباب على الانخراط في الخدمة من خلال أسلوب جديد، موضحا أن
مهلة الشهرين التي وضعت وفق القانون للتسجيل بالنظام هي مهلة نهائية، ومن يتخلف عن تلك المهلة يعتبر متهربا من الخدمة ويجب تطبيق قانون الجزاء عليه. كذلك أشار إلى أن عدد المتخلفين بلغ 1150 متخلفا من أصل 2300، وبين أن عدد المجندين الذين سيستكملون السن القانوني بنهاية العام الحالي يبلغ 7500 شاب. وزارة الصحة بصدد تطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى تسهم في سهولة وسرعة الحصول عليها ومن دون هدر. أعلن ذلك الوزير جمال الحربي عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها إلى المستودعات الطبية، حيث وجه بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة حاليا لصرف الأدوية ومراعاة الظروف الصحية للمرضى. كما أوضح أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي المستودعات الطبية ورؤساء أقسام الصيدلة بالمستشفيات لدراسة واعتماد الآلية الجديدة، مبينا أنه ناقش مع مسؤولي المستودعات آلية الربط الإلكتروني بين المستشفيات والمراكز الصحية. حكوميا أيضا، ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الجهود الكبيرة لفريق المحامين في الإدارة القانونية بالبلدية والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لمصلحتها في العديد من القضايا. وقال الوزير الجبري أن هذا الإنجاز المتمثل في صدور الأحكام النهائية لمصلحة البلدية جاء بفضل التعاون المثمر لديوان المحاسبة مع بلدية الكويت. من جهة أخرى، أعلن الوزير اعتماد البلدية 5 خطط إلكترونية خاصة بتطوير الإدارة القانونية عن طريق ربطها آليا مع وزارة العدل. وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على مقترح تخصيص أرض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة الجهراء. كما أجلت اللجنة لحين دعوة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاقتراح الخاص باستخدام أحدث الوسائل والطرق الحديثة لنقل النفايات من المدن والضواحي الجديدة. ووافقت اللجنة أيضا على طلب وزارة الأشغال العامة استحداث دوار بمدينة جابر الأحمد في القطاع B، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية خاص بشركة ناقلات النفط الكويتية على طول طريق العبدلي. برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، عقدت الندوة التوعوية الثانية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء واللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية. وأكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشري أن لدى الوزارة خطة إعلامية تستهدف التوعية بأهمية ترشيد الطاقة، مثمنا التفاعل الإيجابي مع حملات الكهرباء والماء من قبل المواطنين. تواجدنا اليوم هذا من ضمن خطة إعلامية بالتعاون مع جميع المحافظين في جميع المحافظات. بالأسبوع اللي طاف كنا في ندوة في أحد الديوانيات في محافظة العاصمة، اليوم احنا متواجدين في محافظة الأحمدي، وإن شاء الله هذا النشاط مستمر. اللي ودي بس أشير إلى أن هناك حقيقة تفاعل شعبي مع هذه الحملة، والديوانيات نفتخر حقيقة بزيارة، وهناك طلبات كثيرة بدأت تتوارد إلى أن نتواجد في الدواوين، وهذا مؤشر طيب على أن هناك وعي وهناك رغبة من المواطنين في أنهم تكون هناك زيارات من قبل وزارة الكهرباء والماء والمختصين بنشر ثقافة الترشيد. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أن حملاتنا اللي نسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الترشيد بدأت تأخذ وضعها. ويعني في النهاية نقول لهم شكرا، وتواجدنا واجب علينا. في تصريح له عقب تعيينه في منصبه الجديد، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز لجريدة الرأي أنه سيكون على قدر المسؤولية لخدمة الكويت،
مؤتمنا لمجلس الوزراء ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تعيينه في منصبه الجديد خلفا للوكيل المستقيل مطر المطيري. فيما تحل الذكرى السنوية 20 على حادثة وفاة الأميرة ديانا، يستذكر أبناء الأميرة الراحلة ببالغ الحزن والأسى تفاصيل الرحيل المفجع لبعض أفراد العائلة البريطانية المالكة. وفي السياق، فقد عبر الأميران هاري وويليام عن الشعور بالندم لقصر آخر مكالمة أجرياها مع والديتيهما محمد الحياري والتفاصيل. ما زال الحديث عن الأميرة ديانا يشغل حيزاً واسعاً من اهتمامات الصحافة البريطانية خصوصاً والعالمية عموماً، فعلى مسافة أيام من الذكرى 20 لحادث السير الأليم الذي وقع للأميرة ديانا والتي فارقت فيه الحياة، عبر ابناها الأميران ويليام وهاري عن شعورهما بالندم لأن آخر مكالمة أجرياها مع أمهما كانت متسرعة على نحو يائس. قال الأمير هاري الذي كان عمره آنذاك 12 عاماً: عندما ماتت ديانا كل ما أتذكره هو أنني ربما شعرت بالندم لبقية حياتي بسبب كيف أن هذه المكالمة كانت قصيرة. وأضاف الأميران لبرنامج وثائقي بمناسبة الذكرى 20 لوفاة أمهما أنها كانت تمارس أمومتها بمرح، وأنها شجعتهما على أن يكونا مشاغبين وهربت لهما الحلويات، مضيفان أن أمهما كانت تتصرف كطفل بكل معنى الكلمة في مختلف مراحل حياتها، وفهمت الحياة الحقيقية خارج أسوار القصر. قال الأمير ويليام إن المشاركة في البرنامج عن ديانا بدت في البداية مرعبة إلى حد بعيد، لكنها كانت أيضا عملية علاج، وأوضح أن آخر مكالمة أجراها مع أمه تلقي بظلالها الثقيلة إلى حد بعيد على ذهنه. وحدثت المكالمة عندما كان يمضيان وقتا طيبا جدا في منزل الملكة بسكوتلندا. وقال الأمير هاري: وأنا كنا في عجلة يائسة من أمرنا لقولي وداعا، لو كنت أعلم ما سيحدث لم أكن لأكون لا مباليا تجاه ما حدث وتجاه أي شيء آخر، ربما ندمت طيلة حياتي كيف أن المكالمة الهاتفية كانت قصيرة. ومضى قائلا: كان أحد شعاراتها كما تعرفون: يمكن أن تكون مشاغباً كما تشاء، لكن لا تتركهم يضبطونك. لقد كانت من أكثر الأمهات ميلاً إلى الشغب، كانت تحرص على حضوري ومشاهدة كيف نلعب كرة القدم. تعرفون، كانت تهرب الحلويات وتخبئها في جواربنا. محمد الحياري، الراي. الإحصاء تطلق الرقم القياسي لأسعار المستهلك، تابعونا في الصفحات الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. حدثت الإدارة المركزية للإحصاء سنة الأساس لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك أو ما يعرف بالتضخم، لتصبح 2013 بدلا من 2007 التزاما بالمعايير الدولية ذات الصلة. وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي بالإدارة منى الدعاس إن مشروع تحديث سنة الأساس يعد أحد مشروعات قطاع العمل الإحصائي وفق الجدول الزمني المعد للنشر لعام 2017. اليوم أطلقنا هذا التحديث المهم، وإحنا نعتبر من ثالث دولة خليجية قاعد ننطلق مع في التزام في هذا سنة الأساس الجديدة. إن شاء الله في المستقبل القريب عندنا مشاريع أخرى مثل مشروع الحسابات القومية الربعية كرقم جديد أول مرة نصدره، راح إن شاء الله يكون في نوفمبر القادم. وأيضا قاعد نشتغل على التحضير للتعداد الاقتصادي الشامل وتعداد تسجيل 2020 ومسح الدخل وفاق الأسرة الجديد القادم إن شاء الله. هذه طبعا أهم مشاريع الإدارة وقطاع العمل الإحصائي تحديدا. والحمد لله الحين نشتغل على إدارة ثلاث أنظمة إحصائية: نظام معلومات سوق العمل، ونظام البيانات النفطية، وأيضا عندنا نظام الداعم المؤشرات الداعمة لخطة التنمية.
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 99 سنتا في تداولات أمس ليبلغ مستوى 45 دولارا و90 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس بعد أن قدم منتج منظمة أوبك تدابير دعم إضافية للمساعدة في سرعة إعادة التوازن في العرض والطلب العالميين. إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد مدرب نادي الكويت المتعاقد الجديد مع الأبيض الأردني عبد الله أبو زمع أنه يمتلك معلومات عدة عن النادي تسعفه في تقصير مهلة اندماجه في منظومة الأبيض. وخلال مؤتمر صحفي عقد قبيل مباشرة تدريباته، وجه أبو زمع الشكر للجهاز الفني السابق للعميد مشيدا بجهود إدارة النادي. كما تم خلال المؤتمر الصحفي توقيع عقد مع المحترف السوري حميد ميدو والبرازيلي باتريك فابيانو. هذا وكان فريق الكويت قد حقق جميع بطولات الموسم المنصرم. عارف كل صغيرة وكبيرة بنادي الكويت. أنا أفتخر أني أكون من مواليد نادي الكويت، وأنا كنت أيضا ب 2011 بنادي الكويت. فإن شاء الله كل هذه المعلومات اللي عندي إن شاء الله راح تسعفني وراح تقصر الوقت إني أدخل بالمنظومة بين اللاعبين وجهاز إداري وفني. أيضا يعني بشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن محمد عبد الله على الإنجاز الغير مسبوق لنادي الكويت، وأيضا بشكر جهاز الفني والإداري. من يشكر الناس لا يشكر الله، فهم صراحة يعني أعطوني حمل ثقيل، ولكن إن شاء الله إنه إحنا على قدر المسؤولية وعبد الله بزمع على قدر المسؤولية. يعني لابد إن نذكر أمر مهم نشكر فيه الرئيس الفخري نادي الكويت ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت على الدعم اللامحدود اللي شفناه كجهاز إداري وجهاز فني ولاعبين، دعم لا محدود. ما بيتكلم عن مكافآت، ما بيتكلم عن حضور، أتكلم بصفة عامة. فعلا يعني إحنا محسودين في وجود هذه الرجال. إحنا بعد يعني خلينا نقول بعد موسم متعب، موسم شاق، ولكن موسم بكل أمانة ما راح ننساه. موسم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله كان من أفضل المواسم بتاريخنا. أنا أتكلم عن نفسي كإداري وكلاعب، هذا أفضل موسم لي بحياتي. أتمنى من الله عز وجل أن يستمر هذه المواسم بجهدنا بعملنا. من اسعى يا عبدي وانا اسعى معك. قال رئيس اللجنة الكويتية للدراجات مؤسس الفريق الكويتي الإسباني المحترف للدراجات الهوائية كويت كارتيو تشيشو عبد الله الشمري، قال أن الفريق شارك في سباق إسباني كلاسيكي في إسبانيا ويستعد للمشاركة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف مؤسس الفريق الكويتي المحترف أن بطل الكويت عبد الهادي العجمي وعددا من زملائه في الفريق شاركوا في سباق شمالي إسبانيا. كما وصف الشمري سباق بأنه شهير ومعروف على مستوى الاتحاد الدولي للدراجات، واضحا أنه أحد السباقات الكلاسيكية ذات اليوم الواحد التي تقام في إسبانيا. قرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إيقاف رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم إنخل ماريا في الموضوع قيد الحجز المؤقت بسبب شبهات باختلاس أموال وسوء استخدام الثقة، وذلك لمدة عام كامل. واتخذ قرار الإيقاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للرياضة بعد أن فتحت المحكمة الإدارية الإسبانية إجراء تأديبيا بحق فيارا، فيما أوضح الناطق باسم المجلس الأعلى التابع للحكومة أنه يمكن استئناف القرار. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر آت الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.